ولنقاش ملف سيطرة حركة طالبان على عدد من المناطق والمواجهات مع القوات الحكومية الأفغانية تزامنا مع الانسحاب الأمريكي المرتقب، ينضم إلينا عبر الهاتف من كابول مدير عام المركز الأفغاني للأعلام السيد عبد الجبار بهير. أهلا بكم سيدي. يا أهلا وسهلا. ما خطورة ما يجري في أفغانستان حاليا بعد سيطرة طالبان على عدد من المناطق لا سيما تلك القريبة من تاجكستان؟ طبعا حركة طالبان بعد أن كان هناك توافق بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية بمواضع أساسية وهو الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية والأمريكية من أفغانستان، وكذلك توافق حركة طالبان مع الجهات والسياسية والحكومة الأفغانية بتشكيل الحكومة، بدأ المفاوضات الأفغانية الأفغانية. لكن للأسف منذ شهرين تقريبا، وبالذات بعد أن كان هناك كلمة موجهة واستفزازية للرئيس الأفغاني عند عيد الفطر الماضي للمؤسسات الأمنية والدفاع الأفغاني بأن يلاحق أو تلاحق حركة طالبان وأن تبدأ بالهجمات أمام هذه الجماعة كي تقضى على أو تسيطر على مناطق منها وبالتالي تقتنعها إلى ما تريد الحكومة الأفغانية. بدأت حركة طالبان الهجمات خلافا لاتفاق الدوحة ووصولا إلى أن كان هناك سقوط المديريات نتيجة للهجمات وتنسيق بينها وبين الجيش الأفغاني. كل هذه أدى إلى أن يكون هناك موقف حركة واضحا وهو أنها لا ترضى بأقل مما هو تم الاتفاق بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، فلا زال هناك إيقاف للمفاوضات الأفغانية في الدوحة، ولا زال حركة طالبان تلح على أن يكون هناك. لماذا تتمسك باتفاق الدوحة؟ طبعا اتفاق الدوحة هو يوضح الرؤية السياسية لمستقبل أفغانستان وهو التوافق على تشكيل الحكومة الشاملة بين مختلف أطياف السياسية الأفغانية، الأمر الذي يرفضه الرئيس الأفغاني. الرئيس الأفغاني والحلقة الحاكمة في القصر الرئاسي لا زالت تخالف أو لا زال يخالفون الإطاحة أو تغيير الحكومة الحالية على الأقل. هم لا زالوا يصرون على أن مستعدون للحوار مع حركة طالبان، لكن في ظل القانون والدستور الأفغاني وفي ظل الحكومة الحالية المنتخبة على حسب موقفهم، وبعد ذلك يكون هناك توافق على بعد انجاح المفاوضات توافق على آلية تعيين النظام الجديد. في هذا السياق أستاذ عبد الجبار، ما الفرص الممكنة والقائمة أمام الحكومة الأفغانية لمرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان؟ طبعا بعد سيطرة حركة طالبان لمعظم المديريات، وهي سقطت حوالي 150 مديرية في خلال الشهرين الماضيين، لكن الحكومة الأفغانية أكدت على أنها مستعدة للوقوف أمام حركة طالبان وأمام هجمات حركة طالبان، ولعل الضغوط الدولية والأمريكية على الجانبين الحركة والحكومة الأفغانية والسياسيين الأفغان المتواجدون في ظل الحكومة الحالية أن يكون هناك توافق على تشكيل الحكومة وهو حكومة شاملة لجميع الأطراف الأفغانية، ولأن الاتفاق الدوحة كذلك ينص على أن أفغانستان لا يكون خطرا على المصالح الأمريكية وحلفائها. هذا يعني أنهم لا يسمحون بتشكيل وصول سلطة أو بوصول حركة طالبان إلى السلطة أو إلى الحكم الذي كان عليها في أواخر التسعينات. فمعنى ذلك أن حركة طالبان تدرك أنها لا تستطيع الوصول إلى الحكم بوحدها، لكن سقوط المديريات لعلها تؤدي إلى اكتساب حركة طالبان أكثر
حقا في المفاوضات الأفغانية وعلى الأقل أن تكون حركة ذا يد طولة في المفاوضات عندما ستبدأ. وعلى حسب المصادر المقربة من المفاوضات الأفغانية أن هناك إلحاح شديد من قبل المكتب السياسي لحركة طالبان. هذا داخليا أن تعيد النظر. هذا داخليا، لكن خارجيا ما السيناريو المتوقع من قبل الأطراف الدولية وردود فعلهم حيال سيطرة طالبان على كابول والمراكز المهمة في أفغانستان؟ طبعا ما هو الواضح هو أن الولايات المتحدة الأمريكية أكدت ودول المنطقة والجوار باكستان وإيران وروسيا الدول التي تؤثر لمستقبل أفغانستان وهي محيطة بأفغانستان ولها دور فعال لتشكيل حكومة في أفغانستان، أكدت على أنها لا تسمح لوصول حركة طالبان لوحدها إلى الحكم وأنها لا تريد الحكم أو النظام الذي يأتي نتيجة للفكر والقراءة الدينية المتشددة للحركة. في وقت نفسه هناك مخاوف من قد الحروب الأهلية، خاصة وبعد أن بدأ تفتيح الميليشيات تحت اسم الحشد الشعبي الوطني لمقابلة أو أمام هجمات حركة طالبان وأمام سقوط هذه المديريات من سيطرة الحكومة. فقراءات مختلفة، لكن ما نخاف كواقع وهو يعني أهم عراقيل أمام حركة وأهم تحديات للمجتمع الدولي هو أن حركة طالبان لعلها تصل إلى الحكم وبالتالي تعيد النظر مرة ثانية فيما ما هي كانت قبلها وهي خطر أو هو كان حكم نظاما لا يقبله الشعب الأفغاني ولا المجتمع الدولي، وبالتالي أصبح أن يكون هناك تهديدا من أفغانستان أو أصبحت أفغانستان ملاذا لتواجد الجماعات المحظورة وجماعات الإرهابية، سابقا القاعدة وحاليا لعل داعش وغيرها تصل إلى 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 ظروف أو تصل إلى 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 مرحلة تكون لا تسيطر عليها، وبالتالي ستكون هناك خطر على 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 مصالح الدول المنطقة. مثلا الصين تخاف من المسلمي أيغور، وكذلك روسيا وتخاف من وصول المتشددين إلى دول آسيا الوسطى المجاورة مع أفغانستان، وكذلك الهند لها مخاوف من أن باكستان ستلعب دورا أساسيا وعدائيا تجاه مصالح هندية في المنطقة. على صعيد آخر، كيف سيكون الدور الأمريكي في المشهد الأفغاني أمنيا عسكريا وسياسيا بعد تحقيق انسحاب القوات الأمريكية؟ بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت لها موقف مؤيد للحكومة الأفغانية وأنها تدعم الحكومة سواء حالة تواجدها أو الانسحاب الذي سيتم على حسب الإعلان الأمريكي، ولازلنا لا يعني لازلنا لا نثق في هل الانسحاب سيتم بظل كل هذه التحديات. هناك كلام عن تأمين مطار كابول بتواجد جيش تركي في ظل أو تحت مظلة الحلف الأطلسي. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد أنها تدعم الحكومة الأفغانية ماليا، وإضافة إلى ذلك أن هناك الجيش الأفغاني والشرطة الأفغانية لا زالت مدعومة أو لا زالت بيد الولايات المتحدة الأمريكية الميزانية الكاملة، سواء الميزانية العادية أو الميزانية التنموية مؤسسات الأمنية لأفغانستان لا زالت تمول من قبل. شكرا جزيلا لك، وليس بوسع أحد أن يقدمها. أشكرك أستاذ عبد الجبار بهير مدير عام المركز الأفغاني للإعلام، حدثنا عبر الهاتف من كابول.